راجت أخبار مؤخرا، نتكلموا على الفلوس، راجت أخبار في الفيسبوك وفي التواصل الاجتماعي، خاصة أن رشاد تبعث فلوس إلى الجزائر. هل هذا صحيح؟ وإلى من تبعث الفلوس إذا كان صحيح؟ وهذا ليس سر. الحركيين عموما ورشاد من الحراك وأعضاء رشاد يساعدوا في خوتهم، يساعدوا في أسرهم، يساعدوا في المسجونين قدر ما استطاعوا. طبعا أنت تعرف أن أعضاء رشاد ناس عاديين، والأغلبية العظمى منهم، مش أغلبية العظمى، كلهم يشتغلوا بأيديهم ويجتهدوا باش يكون عندهم دخل إلى آخره. قدر ما استطاعوا هم وجزائريين أحرار آخرين، نعم، ساعدوا أهل الحراك في الحدود التي استطاعوا فيها، ولو عندنا أكثر لساعدنا أكثر. هذا بالنسبة لنا. لو لم تذكر أنت في السؤال، إحنا ما نقولوهاش، شرف لا ندعيه وتهمة لا ننفيها. بالعكس، دعم الداخل من رشاد ومن غير رشاد، من كل الأحرار أينما كانوا، من أخذ مختلف التوجهات، واجب، ليس مزية، واجب، ويجب أن يتضاعف ويجب أن يزيد ويجب أن يكبر ويكثر، لأن هذا واجب. كاين خوتنا اللي راهم لا يجدون خبز أولادهم، لا يجدون أحيانا صبابط لأولادهم، لا يجدون أحيانا باش يركبوا في ترونسبور، لا يجدون. فهذا واجب، خاصة أن الحمد لله الأغلبية العظمى من الجزائريين اللي في الخارج أحوالهم لبس بها وأحيانا جيدة، وعلى الأقل ما يجوعوش وما يقتلهمش البرد وما يموتوش لأن ما عندهمش الدواء. اللي يقدر يساعد بالدواء يساعد، اللي يساعد بالألبسة يساعد، يساعد بالمال يساعد. كل المساعدات للجزائريين في الداخل هي واجب وليس مزية، وهذا نحن شرف كما قلت لك لا ندعيه وتهمة لا ننفيها. نزيد لك سؤال آخر ممكن بالنسبة في هذا السياق، هل تقبل رشاد تبرعات الدول وتقبل منظمات أخرى أن تأتيها فلوس ثم توزعها في الجزائر؟ هل هي واسطة لمنظمات ولدول أخرى وتوزعها كذلك أشيع عن رشاد؟ لا، في المطلق. أولا، رشاد لا تتعامل مع الدول الأخرى أو مع الجهات الرسمية في الدول الأخرى تحت أي ظرف كان. احنا رانا نعيشوا في الغرب وفي الخارج عموما ولا نتعامل معهم. احنا شفنا بعض الناس يفتخروا كما صاحبهم هذاك تاع جيل جديد يقول لك باللي قابل السفراء والسفراء. انا عندي 25 سنه وانا دبلوماسي هنا، لم اقابل اي سفير او اي دبلوماسي او ما عدا مره واحده اللي طلبت فيها التاشيره من السفاره الليبيه لما سقط نظام القذافي، طلبت التاشيره المره الوحيده اللي دخلت فيها الى سفاره في 25 سنة، وكانت تجيني وبقات تجيني لفترة طويلة باعتبار دبلوماسي سابق، تجيني دعوات من بعض السفارات نحضر مثلا حفلاتهم أو اليوم الوطني. لكن قلت أنا مش دبلوماسي الآن، أنا دبلوماسي سابق، وأنا نعتبر أن التقرب أو التعامل مع جهات خارجية وجهات رسمية قد تكون فيه شبهة، هذا إذا ما كانتش خيانة. يعني أي كان يفعلها، لا أقول أن من يفعلها خائن، لكن قد تأتي بالشبهات، قد تأتي. فإحنا من باب يعني ترك الشبهات، فبالك أشياء أخرى. بالنسبة للمنظمات، إذا كانت منظمات حقوقية ولا، إحنا ما نقدرش نكون واسطة، سواء منظمات خيرية أو حقوقية مباشرة يقومون بذلك، هم إذا أرادوا أن يقوموا بذلك، إحنا ما نديرونش واسطة. إحنا الحاجة الوحيدة هو أنه من جزائريين عاديين، لما يبعث لي واحد يقول لي من فضلك انا ما نعرفش الناس، لكن اذا كان هاي عندي 200 اورو اذا كان تبعثوها للجزائر، نقول له تفضل ما عندناش مشكل. وان كان انا ما نحبش تمر بي عن طريقي مباشره، لكن لما نضطر الى ذلك نقول له ما كاش مشكل. لكن التبرعات والمساعدات هي من جيوبنا ومن جيوب انصار رشاد ومن جيوب المتعاطفين مع رشاد ومن جنوب الحركيين حتى اللي هم بعاد على رشاد، ما عندهاش علاقة بجهات خارج الجهات الجزائرية.